وبعد ما احفظ راح قاطع الحته دي من الكابل اللي عزل
اتكسر وشيلها وايه وصل لمكانها سليمه، وبعد حمها بتكمل هنا وحمها بتكمل هنا فصلح الكابل. طب هحفر في اي حته لو الكابل ماشي في المسافه الكبيره اللي انت مش شايفها، فلازم اعرف ان المكان فوق هنا فاروح احفر في الحته دي واروح اصلح الكابل. اكيد مش هحفر المكان كله كده او الطول بتاع الكابل كله. فازاي اعمل فولت روتيشن؟ تمام كده. فدول التوب فانكشنز اللي الدكتور عزت قال ان هو يشرحها قوي يعني، اللي هو الاوفر كامل ديسكربشن والديستنس ازاي حافظ مكان الفولت. طيب ده جزء دكتور عزت. دكتور عمرو بقى شرح تاني او قبل بقى هو شرح تاني برضه سيركت بريكرز، بس بالنسبه يعني الموضوع ده الريلي دايركت او الريلي اللي احنا بنشرحها ده. هل موجود معايا سيركت بريكر؟ يعني اي سيركت بريكر لازم يكون معايا الريلي بتاعه؟ الميديم فولت. ايه؟ الميديم فولت. بتاع البيت ما فيهوش اصلا، بتاع البيت ما فيهوش البيت. كويس جدا. في حد رد قال في الميديم فولتج، حد قال اللي في البيت ما فيهوش البيت، كلام كله صح. طيب هو اصلا ايه الفولتج والميديم والهاي فولتج دوت؟ احنا عندنا الفولتج بتاعنا لو اصغر من 1 كيلو فولت، كل ما هو اصغر من 1 كيلو فولت ده بنسميه لو فولتج. لو الفولتج بتاعي من اول 1 لحد 52 كيلو فولت دوت اسمه ميديم فولتج، ولو الفولتج بتاعي اكبر من 52 كيلو فولت دوت يبقى اسمه هاي. طبعا في ناس بتقسم ايه التقسيمه بقى يعني ادق شويه في الكلمه الهاي دي، يقول لك من 52 لحد مش عارف كام اسمها هاي، بس مش عارف من كام لكام اسمها اكسترا هاي فولتج، واكبر من كام اسمه اكسترا هاي فولتج، بس يعني هم كلهم اسمهم ايه؟ هاي فولتج. طيب هل الارقام دي اصلا مخصوصه؟ يعني في حاجه اسمها الشبكه بتاعت الكهرباء عندنا في مصر حاجه اسمها 1 كيلو او 52 او الكلام ده؟ لا. ايه الارقام اللي عندنا؟ الدنيا 0.4 كيلو او اللي هي 400 كيلو فولت او قصدي 400 فولت اللي هي معروفه اكتر من 380 يعني. يعني كده بس هو الترانسفورمر ما بيطلعش 380 بيطلع 400 علشان لما يوصل الفولتج للفاسيلتي اللي بيغذيها للبيت بتاعك او الكليه او غيره هيكون حصل ضغط في الاكياد 170 170 180، بس هو الرقم اللي ينفع الترانسفورمر بيبقى 400. طيب فده كده اللو فولتج اللي عندنا في الشبكه. طيب الميديم دي اللي فيها عندنا 15 كيلو في كام؟ 22 كيلو. تمام كده ده الميديم فولتج اللي عندنا في الشبكه. وبعد كده كل الهاي بقى اللي هو 60 66 كيلو فولت، في مش عارف ال 110 وال 100 وال 130 وال 220 وال 500، كل الحاجات دي هاي فولتج. 66 لحد 500 كي في دوت اللي هو الهاي فولتج. السيركت بريكرز اللي موجوده في الميديا فولتج وفي الهاي فولتج ديت بيبقى معايا ليه؟ لان السيركت بريكر ده بيبقى غالي جدا وبيحمل المعدات في الميديا فولتج او الهاي فولتج غاليه جدا، وغالبا لو المعدات دي كانت مصدر زي ترانسفورمر او جنريتور فهو بيغذي احمال كتير جدا. فانا بيبقى فارق معايا قوي احمال المعدات دي، حتى لو مطلوب ميديا من كده برضه بيبقى فارق معايا احمال الموجوده اللي موجوده في المغنيه من كده. بس السيركت بريكرز اللي في الميديا فولتج والهاي فولتج هي دي اللي معاها ايه؟ اللي معاها تمام كده؟ لكن السيركت بريكرز اللي في اللو فولتج ما بقاش معاها ميديا. طيب يبقى في كام نوع من السيركت بريكرز؟ حد عارف انواع السيركت بريكرز؟ مينيتشر. ايوه في مينيتشر سيركت بريكر، في حاجه اسمها نون في سيركت بريكر، في حاجه اسمها ديلو سيركت. طيب المينيتشر سيركت بريكر ده مفتاح اللي راكب في اللوحه عندك او اللي عندك في البيت، ده ما بيبقاش فيه اي حاجه بتاخد قرار فاصل. تمام كده؟ هو بيفصل ازاي؟ بيفصل ميكانيزم يا اما ثيرمال يا اما مغناطيسي. يعني التيار دوت بيمشي في الباي ميتال ستريب كده يسخنها، فالباي ميتال ستريب دي لما الشريحه الميتال دي تتحرك فبتعمل تريبل لوب دي، او بيكون التيار دوت ماشي في كويل فالكويل ده طبعا هيجيب فيه برضه يعمل تريبل سيركت بريكر. طيب المود كيس وغير سيركت بريكر؟ لا المود كيس وغير سيركت بريكر معاهم مخ كده حاجه زي الدي بس هم ما اسموش دي، يبقى اسمه ايه؟ اسمه فيجن اسمه كده حاجه كده برضه جهاز صغير كده الكتروني بيركب على البريكرز نفسه، يعني مش بيبقى السيركت بريكر كل دي جهازين، لا هو السيركت بريكر بيركب فيه القطع دي تمام كده اللي هي اسمها الدريلن. الدريلن دي هي اللي بتعمل بروتكشن او بتدي اب اوردر دريلن للسيركت بريكر اللي هو الموتور كيس او غير سيركت بريكر. دكتور عمرو بقى كان في المونينشر الموتور كيس وغير سيركت بريكر تمام كده؟ هتكلم بقى
كل واحد بيشتغل ازاي؟ ايه الفروق ما بينهم؟ ايه الريتنجز بتاعتهم؟ يتكلم ازاي يعني سيتنج الكريتيريا ديت؟ يتكلم عن حاجه مثلا اسمها سيلكتيفيتي، ازاي يعمل ما بينهم سيلكتيفيتي او ديسكريميشن؟ يتكلم عن حاجه اسمها تسهيل. ده يعني بيخلي حد طبعا الكورس اول مره ممكن الدكتور يزود او يقلل حاجه عن الاول، بس يعني لحد دلوقتي يعني هو بيشرح ان ممكن تشتغل. طبعا في الترم الاول في البروتكشن كان شرح الفيديو، كان شرح 51 و50 و51 و50 والكلام ده. في الترم ده بيشرح اللو فولتج سيركت بريكر. ده جزء دكتور عمرو. جزء دكتور عزت زي ما قلنا كده هيبدا يعمل او يعلمك ازاي نعمل امبلمنتيشن لاستخدام المكتب دي. هو ده كده هنخش بقى في الكورس. يعني اللو فولتج؟ لا ما هو الترم ده برضه ممكن يكون بقى بروسيسور او المكتب والكلام ده. بس اقصد دي فيها بروتكشن فانكشنز اقل بكتير من الريل. يعني الريل ده يعني مثلا الريل دي فيها مثلا اوفر كارنت بروتكشن، وممكن واحده ثانيه يكون معاها ايه مش اوفر كارنت بروتكشن، معاها اوفر كارنت بروتكشن مثلا اير سبورت بروتكشن. يعني يوم ما عظمنا قوي مثلا من كام سنه كده بقى في تكنولوجيا حديثه شويه المرمى بسوفت وير وبتاع، ممكن تزود عليها تشتغل عليها مجهود يعني زياده، ان يبقى مثلا بتعمل امبرز او مثلا بتعمل فايبريشن بروتكشن كده. لكن هو البيز بتاع ايه؟ اوفر كارنت بروتكشن، وممكن يكون فيها اكسبورت بروتكشن. لكن الليل دوت شفت بقى كام بروتكشن فانكشن عديتهم؟ عايز اقول لك كل اللي انا عديته عديت مثلا 10 15 فانكشن، لا الليل فاكتور بكتير كده. الليل مثلا 30 40 بروتكشن حسب السكين، حسب السكين اللي انا بقول عليها هو بيعمل فانكشن. لا هو انت لما البي دوت كونكت كده بس اللي هو البي دوت بيكمل على اللابتوب، بتفتح بيبقى سوفت وير يعني على اللابتوب بيفتح وتحط بيه سيتنج على البي. السوفت وير ده بيبقى فيه فانكشنز كتير، فيه صفحات كتير كده. مثلا في صفحه اسمها 50 على 50 تمام، فبيفتح لك صفحه 50 على 50 بيقول لك مثلا افصل اوفر لود من اول ده كده، افصل شورت سيركت من اول ده كده، تحط سيتنج في الفانكشن دي. لما تخش مثلا صفحه ثانيه اللي اسمها 50 على 50 تحط سيتنج في الثانيه. ممكن تفعل فانكشن، ممكن تدي اكتيفيت فانكشن مثلا تقول له ايه الدايركشن ريسورت بروتكشن دي مش هتحط لها سيتنج تمام كده. وجوه الفانكشنز نفسها في سيتنجز كتير ممكن تفعل لها حاجات وحاجات لا. فدوت اللي بيبقى في كل فانكشن، بس انت بتقعد بقى تظبطها تظبطها يعني شغل دي شغل دي فدي تحط فيها سيتنج دي وهكذا. الدايركشن بروجرس هو برضه نفس الكلام، فممكن مثلا تفعل جزء كده اللي هو الانفرس بتاع الفانكشن ده، تفعل جزء تاني مش عارف فيه شويه دي مثلا الناس وهكذا. ايه اللي واحد اسمه ليفل طيب واحد اسمه ليفل صغير؟ فانا حصل على مثلا ممكن تفعل الاكس بوت اللي فيه لو هي فيها ممكن ما تفعلوش وهكذا. حصل على الشرطه مثلا وانا ضبط الليل على الفانكشن مثلا ممكن ياخد قرار بالعكس. قصدك لو الليل ده حصل الاثنين فوق؟ اه. لا دي الاثنين بيشتغلوا، الفانكشن بيشتغل. بس طيب الاول بيختلف. بس الفانكشن طيب بيختلف. يعني مثلا هجيب مثال مش عارف يعني مش عارف جاي في بالي مثلا دلوقتي، بس مثلا لما يحصل امبالانس، لما يحصل امبالانس تمام كده؟ طيب احنا هنبقى زي دول بيبقوا كام؟ بتزيد. طيب لو هم امبالانس هيبقوا كام؟ بتزيد. هو يعرف منين ان هم امبالانس؟ قال لك انا هجمعهم واشوف هم امبالانس ولا لا؟ فالفانكشن بتاع الامبلانس دي انا مش خايف قوي على المعين، فالتايم اللي هيفصل فيه تايم كبير تمام كده. في حين مثلا الفانكشن الثانيه مثلا في الاكس بوت ده بيجمع برضه الطيارات تمام كده، وبتفصل بناء على مجموعهم برضه، لان لو جاش الاكس بوت يبقى فيه مجموعه ثلاثه اللي بتفصل برضه. فالاكس بوت ممكن هي اللي بتعمل برضه، يعني اثنين عملوا بيك اب اثنين وقفوا مجموعهم بس واحد فصل في طيارات تمام كده. يعني مثلا حصل اوفر لود وحصل مثلا الكوندكتور وقع في النص كمان، يعني لما حصل الكوك مثلا الكوندكتور فصل من الاربعه حاجات، فممكن كذا فانكشن تتبت بس واحده تشتغل اسرع من الثانيه. طيب هنقول على حاجه لسه قوي في دماغي دلوقتي. شفت الميديا فولتج سويتش دي بقى الجزء بتاع الدكتور عمرو شكل السيركت بريك في الميديا فولتج؟ شفت الخليه بتاعت الميديا فولتج بشكل عام ازاي؟ لا هي موجودة في الام اي تي في ولا ايه؟ لا لا
قال كده الروح بتاع النادي او روح الكهرباء صار الروح الغزالي يروح على كده البيت او كده وجواه مثلا ثلاث ضربات حس يعني كده والثلاث ضربات دول ما ينفعش بس ليه فيه بس صح كده؟ افترض ان في كارت هنا حصل فيه الطريقه اللي انت ماشي لحد ثلاثه انا ما عنديش مشكله ان يحصل من فوق في ليه؟ كل الطريقه اللي ماشي في وان شاء الله اللي هي تحس ان الكار زاد فهيحصل اللي عندي مشكله فين؟ اديني لو حصل شورت سيركت او فلاش اوفر من غير ضرب حصل فوق جوه اللوك طب ايه المشكله لو حصل فوق اللي بعده؟ انت عارف لو الطريقه مشيت في الهواء من غير ضرب ايه بيعمل ايه؟ يعمل ارك صح كده؟ الارك دي ممكن تخرج الوحده ولو في حد اثر في المكان اللي فيه اللوحه يعني في الاوضه بتاعت الواحد يعمل صيانه ولا حاجه حصل فوق اسباب صيانه من جوه الاوضه ده هيعمل ايه؟ تمام كده؟ ف من الاخر انا بخاف من الفوت اللي جوه اللوحه اكتر ليه؟ الطاقه الانفجاريه بتاعت الارك دي بتبقى من الاخر كده مثلا دكتور عمر عم كان يقول لنا يقول لك لو جبت انبوبه فرحتها في الشارع مش هتعمل مشكله كبيره لو جبتها فرحتها جوه اوضه هتعمل طاقه انفجاريه اكتر ليه؟ عشان المكان ده مفيش مكان الطاقه الانفجاريه دي يحصل لها ريسك تمام كده؟ هو نفس الكلام كانك فقعت الانبوبه هو ايه؟ هو الوحش فالارك لما بتحصل كلها ايه؟ تفجر تمام كده؟ طيب في الحالتين الثلاثه ولا لا؟ ليه هنا هو فانكشن اسمها 51 تيجي لو حصل الفوت هنا هتتكتب التيار زاد وهتترجع طب لو حصل الفوت هنا قلت لي برضه هتتكتب التيار زاد وهتترجع صح؟ طيب بس لما الفوت بيحصل كل لوحه انا بخاف من الطاقه الانفجاريه ايه الطاقه؟ لو انا عايز اقلل الخطر ده اعمل ايه؟ قلت لي عشان تقلل الطاقه الانفجاريه دي قلل زمن الفصل افصل بسرعه لو قلت له تفصل بزيرو بقى كويس تمام كده؟ طيب تيجي حلو اعمل ده ازاي؟ في فانكشن ثانيه تفتكر ان الفولت ده حصل جوه اللوحه مش بره. طب ازاي اعرف ان الفولت حصل جوه اللوحه مش بره؟ قلت لي في الحالتين التانيين ازاي؟ ازاي افرق بقى الفولت جوه ولا بره؟ قلت لي نحط جوه اللوحه دي لايت سنسور. سنسور بيتكتب ايه؟ الضوء. فلما يحصل ضغط ايه اللي يحصل؟ يحصل ضوء كبير جدا. فالسنسور ده لما يتكتب ان الضوء حصل والريلي اللي تكتب ان التيار زاد الحالتين دول معناهم ايه؟ ان الفولت حصل جوه الدوحه فالفانكشن اسمها ارك فلاش بوتيشن ارك فلاش بوتيشن بتربط اسرع من 51 ده مثال مثلا على اللينكا ففي الاخر كل الفانكشنز دي ليها سيتنجز اي حاجه السيتنجز حطيتها يعني عديت السيتنجز في اي فانكشن هتشتغل كده كلهم مع بعض دلوقتي عليك في مكانك السيتنجز صح طيب نبدا بقى الجزء بتاعنا افتح لك يا مستر مسلسل على ربع يا مستر كلهم طيب بعدين يجي متاخر ده صعب راح فين فيلم بقى يا فيلم اللي ورا ورا صافي مروان الفيديو طبعا هيكون ايه طيب احنا قلنا اول حاجه هنتكلم عنها هو الدكتور اكسر اللي هو السيجنال ايدنتيفيكيشن وهنعمل سيجنال ايدنتيفيكيشن باربع طرق كده اللي هي السيمبلز ميثود والديك ديتكشن ميثود وحاجه اسمها السيمبلز ميثود وحاجه اسمها فول سامبلز طيب النهارده هنشرح اول طريقه النظر اللي هو السيمبلز ايدنتيفيكيشن ايدنتيفيكيشن بعد كده بقى الطرق اللي بتعمل ايدنتيفيكيشن للسي بي سيجنالز اللي هي السي سامبل ميثود والفور سامبل ميثود هناخد منهم اللي هي السي سامبل هم دول تعليم مسائل وشيء يعني مسائل على السي سامبل والفور سامبل لكن دول هناخد في نظري طيب قلت كتبت صحيح على اللي احنا جايين هنا القاعده تكتب يا ابني اصل عدى ساعه الا ربع ساعه ما اظنش حد يقول لي ماشي طب بالمناسبه حد ليه يعني في النص مش شايفه حاجه بس ايه بس مفترض ان السيكشن موجود ما فيهاش طيب السيمبل سبيس دي ايه؟ هي دي هو الكلام خالص لا 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 لا
السنتر سبيس دي بتعمل ايه؟ هلاقي مش بتاع ولا بيس فاليو بتاع الفولت والار بيس فاليو بتاع الكارت والباور فاكتور تمام. طيب بتعمل ده ازاي؟ دلوقتي المايكرو كنترولر ده كل وقت بيعمل سنتر بيعمل سنتر عمال ياخد سامبل من السيجنال بتاعته عمال يقيس القيمه دي عمال يقيس ايه نقط على السيجنال بتاعته طول الوقت. تمام كده؟ طيب هو عطى السامبل دي او السامبل اللي بيعملها السيجنال دي عايز كده يروح يرجع على الشاشه بتاعت الديل الار اس كارت بتاعته. عايز مثلا يديني الدي ار ام اس بكذا، عايز يديني مثلا الباور فاكتور بتاعك بكذا، عايز يكتب لي الاكتف باور بكذا، عايز يكتب لي الاكتف باور بكذا، ازاي بيعمل الحاجات دي؟ فمثلا الطريقه دي بتعرف الار اس فاليو بتاع الفولتج والار اس فاليو بتاع الكارت، بيعرف الباور فاكتور وبيعرف الاكتف والاكتف باور. في حاجات ثانيه بتعرف حاجات اكتر، بتعرف مثلا الهارمونكس بتاع السيجنال، بيعرف حاجات اكتر. طيب ده بيعمل الحاجات دي ازاي؟ اول حاجه بيديك البوست جوين زيرو كروسنج. يعني ايه البوست جوين زيرو كروسنج؟ بيحدد الزيرو كروسنج لحد زيرو كروسنج بتاع السيجنال. ليه النقطة؟ أول ما يتكتب الزيرو ده، بس مش أي زيرو، ما في بنتي وفي زيرو، في زيرو. الزيرو الأول اللي بعد منه بوستر، ده اسمه بوستر جول زيرو كروسنج. لما يعدي الزيرو كده ده اسمه ليميت جول زيرو كروسنج. هو بيعدي بيحدد إيه النقطة؟ أول ما يتكتب الزيرو اللي بعدها قيمة بوستر، يبقى هو كده حدد الزيرو كروسنج. النقطة دي، تمام كده؟ طيب، أول ما يقرأ زيرو فولتج أو زيرو كارنت بيعمل إيه بقى؟ بيشغل كاونتر الفريكونسي بتاعه 1 ملي هرتز. شغل كاونتر الفريكونسي بتاعه 1 ملي هرتز. يعني ايه؟ يعني عمال يرد والفريكونسي بتاعه ده 1 ملي هرتز. لو قلبنا ال 1 ملي هرتز ديت تي 3 اللي هو 1 على 1 ملي هيطلع 10 ناقص 6 اللي هي 1 مايكرو سكند. يعني من الاخر كل واحد مايكرو سكند الاعداد ده ايه؟ الستيب بتاعته بتزيد 1 2 3 كل ايه؟ كل واحد مايكرو سكند. طيب ونفس الكلام بيديتكت برضه الزيرو كروسنج بتاع الطريقه بطريقه حلوه قوي. الكاونتر ده لما يعد مثلا 10 اعداد ده معناه انه عدى 30 10 مايكرو 100 عدى 100 مايكرو. طب لو عدى 1000 عدى ده معناه ايه؟ ايه 1000 مايكرو اللي هي كام؟ 1 ملي سكند. طيب لو عدى 5000 عدى اللي هي 5 ملي سكند. طب لو عدى 20000 عدى اللي هي 20 ملي سكند. طيب لو الفريكونسي بتاعك 50 حد عارف السايكل دي بتبقى كام؟ 20 ملي. 20 ملي. طيب لو السايكل 20 ملي الحته دي بتبقى قد ايه؟ 5 ملي سكند. يعني كم عدد من الاعداد؟ اللي 5000 صح كده؟ تعرف شو الكلام ده؟ طيب يبقى أول حاجة هو هيديتكت الزيرو كروسنج بتاع الفولتج وهيبدأ كاونتر 1 ملي هرتز وبعد شوية هيجي الزيرو بتاع التيار. هو في فيس شيفت ما بين التيار هيديتكت كمان الزيرو بتاع التيار. يعني إيه بقى؟ أول ما يديتكت الزيرو هيخزن العدد اللي جواه، يعني الكاونتر مثلا عدد 1000 أو 2000 أو 3 هيروح مخزن القيمة دي مسميها إيه؟ طيب بعد كده يعني إيه؟ قال لك لما الكاونتر ده هيقرا 5000 ده معناه ان انت وصلت للبيك بتاع الفولتج. كده وصلت خلاص. هل ممكن تهزر ايه؟ ممكن تهزر هز الناس دي من لا اصل كذا مره فصل واشتغل بقى في وقت ايه؟ اشتغل بقى؟ اه المشكله عندك هو بدا الكاونتر انت بتبدا لما عمل ديتكشن للزيرو بتاع الموت. فلما الكاونتر يوصل 5000 ده معناه ان انا رحت فين؟ عند البيك بتاع الموت صح كده؟ طيب فاول ما الكاونتر يعد 5000 قال لك اقرا الفولتج بكام؟ كده انت جبت مين؟ البيك بتاع الموت. فاكر لما عملنا ديتكشن للزيرو بتاع التيار خزنا القيمه اللي هو الكاونتر اللي هي قيمه 8 بعد ما يعد 5000 اوصل للبيك بتاع التيار. فقال لك انت هتسترت الكاونتر لما يقرا 5000 اقرا الفولتج ده البيك بتاعه، ولما تقرا ان زائد 5000 تقرا التيار ده البيك بتاع التيار. تمام كده؟ طيب يبقى انا كده عرفت اقرا البيك بتاع الفولتج والبيك بتاع التيار. طيب اقرا
اقسم البي على جزء اثنين واقسم البي بتاع الدار على جزء اثنين. طيب لو عايز اقسم بقى الفيس شيفت ما بينهم، حد عنده الفيس شيفت اجيبه منين؟ تجيب منين؟ الكونتر بدا من السين لما عملت ديتكشن للبوت ولما عملت ديتكشن للكرنت خزنت القيمه بتاعت العدد الدائم، فعلى حسب الان دي قد ايه هعرف الزمن ما بينهم، صح كده؟ طيب قلنا السايكل كام في سكند؟ 20,000. كام عدد الدكتور؟ 20,000. هقسم ال ان على 20,000 واضرب في الدروس دي هعرف بيروح كام درجه؟ وصلت؟ مهندس يعني ان ديت يعني بتقف لحد ما اوصل للزيرو كروسنج بتاع التيار، لان هي بتقف يعني الكاونتر بيقف لحد ما اوصل مش بيقف، بخزن الفاليو في فاليو اسمه ايه؟ تمام. تاني انا اول حاجه هنكتب الزيرو كروسنج بتاع التيار تمام؟ وهبدا الكاونتر وبعد كده هتكتب الزيرو كارت انا عمال اقرا سامبلنج زيرو كارت اول مره زيرو اروح اعمل ايه؟ اخزن القيمه اللي جوه الكاونتر، يبقى هبريد الكاونتر عشان استور الفاليو دي في الاند تمام كده؟ طيب لما الكاونتر يعد 5000 هدي اوردر للمايكرو كنترول اقرا الفولتج دي البيك بتاعته. طب لما تقرا لما الكاونتر يقرا ان زي 5000 اقرا البيك بتاعته كام؟ طيب الفرق ما بين الاي والبي كام عدد؟ قلت لي جاي القيمه اللي انت خزنتها في طبعا الكاونتر عمال يعد بس القيمه اللي انت خزنتها ساعه لما عملت ديتكشن من الاي للزيرو بتاع الاي القيمه اللي اسمها ايه دي الفاليبل ده القيمه بتاعت الكاونتر دي هي دي فرق الاعداد بينهم او فرق الزمن بينهم. فاقسم ال ان على 20,000 اللي هو عدد الاعداد بتاع الصفر كلها واضرب في الكلاس دي اعرف المكان ده. في مشكله في كده؟ ال ان دي يعني بدايه الاي دي ال ان دي القيمه اللي على بدايتها اي صح؟ ده اللي هو التايم الفرق ما بين ال اي سيجنال الموتش معايا اهو اي سيجنال بدأت الكاونتر هنا تمام كده؟ الكاونتر عمال يتباع 1000 2000 وهكذا. أول ما الليل قرب إن الدرجة هتزيد الكاونتر ده المباراة خدنا الرقم ده خزناه في فرق الوزن إيه؟ إيه؟ المسافة دي كانت الكاونتر وصل لكام؟ 300,000 بعد كده الكاونتر هيكمل عدد هيكمل عدد هيكمل عدد. أول ما وصل 5000 مش هو خدنا هنا؟ أول ما وصل 5000 عندنا فين؟ اول ما تقرا الكاونتر 5000 لما الكاونتر يقرا 5000 روح على البيت بتاع الموت. طب لما الكاونتر يقرا ان زائد 5000 روح على البيت بتاع الكاونتر. طيب الفرق ما بين الزيرو بتاع الموت والزيرو بتاع الكاونتر لو في شيفت ما بينهم الاند اللي اسمها فاينلي اجيبها ازاي؟ قلت لي ان وعدد الاعداد اللي في الكاونتر لما عملت الديتكشن للزيرو بتاع الكاونتر ان على 20,000 لسه في حد برضه مش مجمعها؟ والكاونتر دايما 1 ميجا بايت؟ لا ممكن اعمل فريكونسي اعلى بس كل ما اعمل فريكونسي اعلى كل ما باخد سامبلز اكبر تمام كده؟ يعني انا دلوقتي هاخد سامبل كل واحد كام سكند؟ لما اخد سامبل كل مثلا باخد اقل من 1 ميجا سكند كده باخد قيمه اكبر تمام كده؟ يعني شايف السنه اللي داخل على طول الكاونتر يبقى كام مش بس ساعتها ال 20,000 وال ان وال 5000 الارقام دي اتغيرت. فاهم قصدي ايه؟ يعني الكاونتر لما عدت 5000 ده معناه ايه؟ وصلت للبي. طب لو الفريكونسي مثلا 10 جيجا 5000 بقى ده رقم تاني فاهم كده؟ وال 20,000 رقم تاني بس نفس الفريكونسي. طيب دي اول طريقه ان انا بالمناسبه ضعيف لما انا حسبت البي بتاع الفوق والبي بتاع الطياره انا كده اقدر احسب ايه؟ كده هو بس بتاع الطياره وقال له بس الفرق بتاع الوقت. ولما حسبت الفاي اقدر اجيب كوزاين الفاي واعرض لك البركه واقدر اضرب الفي اي ار اس الفي ار اس الفي ار اس في كوزاين الفاي فاجيب الاكتف باور. بص بتاع كام؟ اقدر اضرب الفي في الاي كوزاين الفاي واجيب الاكتف باور واقدر اضرب الفي في الاي كوزاين الفاي فاجيب الاكتف باور. فانا قدرت احسب الفولتج والكارنت والباور فاكتور والاكتف والاكتف دي الطريقه اللي هي اسمها السيمبلس ميثود. طيب في طريقه ثانيه اسمها الديب ديتكشن ميثود. دي ببساطه كده بيبدا الكاونتر يبدا عادي تمام ويبدا ياخد كام سامبل؟ قال لك ياخد 10,000 سامبل او اكتر. 10,000 سامبل ده معناه ايه؟ المخزن ده بتاعك نص سايكل كامل صح كده؟ جوه نص سايكل دي انت اكيد عديت ايه؟ بالبي. بالمناسبه لو بدات اسم هنا
طبعا السيجنال هنا بنعديها على فكره الكفايه يعني الطريقه دي ساعات ممكن تدخل السيجنال زي ما هي ممكن تدخلها بالكفايه ومن كده دي طرق مختلفه يعني شرح في الجزء البصري ده بتاع السيجنال كونديشن بتاعهم اهو. المهم لو انت خدت نص سايكل انت هتقرا في النص كده. طيب خد الماكسيمم بتاع 10000 سم دول هو ده ديت الطريقه دي بتكتب جيت بس او لارج بس بس لكن الطريقه اللي فوق ديت بتكتب الار بس بتاع الطيران والفولت والاكتف والرياكت والبار والبار تمام كده؟ معلش تاني ادي السيجنال دخل بس البرامج هاف ورك كويس. طيب احنا ساعات بندخل السيجنال للمايكرو كنترولر نعمل لها اكتفيكيشن تمام كده؟ لو انا عايز اكتف دي مش هيفرق معايا في حاجه يعني بدخل المنظر ده ولا بدخل المنظر ده كده؟ لو انا عايز اكتف دي هل اكتف دي قبلها؟ لا ممكن ادخلها افضل من كده. طيب لو انا بقى عايز شكل السيجنال كامل عايز اعرف بقى القصه بتاعها النيجاتيف بتاعها عايز اعرف الشكل اللي بتقوم بالتيار عايز اعرف لو فيها هارمونكس اقيسها تمام كده؟ لو انا عايز اقيس قياسات اضخم من البي ساعتها بدخل السيجنال زي ما هي بس دي تحتاج سيركت مختلف عن الهاف ويف لو دكتور شرحها في المحاضره ولا في المحاضره اسمها كومبريسر شافت سيجنال يعني شافت السيجنال كده ويبدا يدخلها بس الخلاصه يعني ساعات بتدخل السيجنال زي ما هي وساعات لو عايز تكتب دي مش تكتب بتدخلها هاف ويف كفايه عادي. طيب لو انا مثلا دخلتها هاف ويف كفايه هتبقى بالمنظر ده كده لو انا بدات اخد 10000 سم معناها ان انا خدت سم من ايه؟ من نقط من البي كلها صح كده؟ اكبر واحده فيهم هي كده هتقول لي طب انت بدات سم من هنا يعني اول نوع لقيتها كانت كده اول ما بدات تتكون وقريت 10000 هوصل لايه؟ كده نفس الكلام مهندس هو ده هو هي دي فول ويف صح مش خالص فول ويف فول ويف فول ويف صح فول مش خالص لا لو فول ويف يعني لا فول ويف وساعات هفويت يبقى الجزء مش مهم. بس ده هو ده هيتشال. بالظبط بس مش فكرة، هتير انا عايز اهتم بس. فلو السيجنال اتصال اقرب 10000 سم واخد اقصى الماكسيموم بتاع 10000 سم يبقى دوت الجيم. بس مش هي المفروض 5000 لان ايه هي نفس ال لا 5000 ده انت عارف معناه ايه؟ انت متاكد انك لما بدات تعمل سامبلز انت بدات هنا. فلما توصل عند 5000 هتكون وصلت هنا. افرض انا بادئ من هنا عند النقطه دي وخدت 5000 او بلاش بدات هنا وخدت 5000 مش هكمل مش هكمل توصل لحد هنا بس بنعمل الديتكشن لازم تاخد 10000 عشان توصل لنفس النقطه دي تاني تاخد ويف كامله يعني تاخد نص ويف كامله تتاكد ان انت عديت هاف سايكل كامله وتعمل ايه في الكونديشن ده؟ هاف سايكل مصري ايه اعلى؟ تعمل ايه في الكونديشن بقى للقيم دي ايه اعلى قيمه فيهم صح كده؟ لا مش تعمل الكونديشن بتاعت الماكسيم بتاع الثقه ايه ده؟ الماكسيم بتاع بس يعني التاني ادي السيجنال اهي انت مثلا ما بداتش في الزيرو بدات هنا لو عديت 10000 تاني هيبقى نص سايكل هرجع هنا هاخد البيك طب لو بدات هنا وخدت خمسه بس ده انت عايز مش هوصل للبيك هرجع هنا عشان ما فيش ديتكشن لازم تاخد 10000 عشان تضمن انك عديت نص سايكل 10000 او اكتر كمان يعني هو بيقول لك مينيمم 10000 بس هو لازم 10000 سم او اكتر عشان تقول شو الاستراتيجيه بتاعت الجيل يعني هاف سايكل مصر دي كلها تمام كده بعد كده بتعمل الماكس بتاع 10000 سم هل في مشكله؟ لا دي سي بيك بس مش بيك مثلا مش بتاع سي بيك دي كلها دي بتاع السيجنال او الراجل لسه ما ينفعش لازم على لازم تنتج بالانس بس لكن لو عايز تعمل حسابات تانية زي الباور فاكتور والاكتف والاكتف بره تعمل في السيم ريزولوشن اللي هي طيب طبعا لو الكلام ده طالع رساله بتاخد 10000 شركه يبقى لازم المشهور الانكلوجن بتاع البيك فولتج وهاف سايكل مصر دي كلها شركه فين يعني طيب ثاني طريقه بقى هناخدها الماسك السي سامبل ديجيت تعمل 3 فيز كارنت ايدنتيفيكيشن عندك 3 فيز كارنت او 3 فيز فولتجز تعرف تجيب الواي ام كام والواي بي كام والواي سي كام والفيس شيفت اللي بينهم كل واحد الماجنتيك بتاعه كام والفيس شيفت بتاعه كام او 3 فيس فولتج مش لازم كام انا بقول ده ينفع على كام ينفع على كام فدي اسمها 3 سامبل ميثود. طيب 3 سامبل ميثود دي طبعا عشان نشرحها محتاج كده افكركم بحاجه اسمها السيمتريك الاول على السطور كده
بتعمل ايه؟ بياخد 3 سامبل بس من السايكل. يعني طول السايكل انا عايز منها كام سامبل؟ 3. وعن طريق ال 3 سامبل دول طبعا هاخد 3 سامبل من الفيزا ايه؟ 3 سامبل من الفيزا دي و 3 سامبل من الفيزا سي. وكل سامبل والثانيه انا منهم 120 درجه. يعني هاخد مثلا سامبل هنا ده اللي اسمه واي، وسامبل بعدها 120 درجه واخد سامبل هنا، واخد سامبل بعدها 120 درجه اللي هي مثلا هنا. نفس الفازة صح؟ نفس الفازة؟ نفس الفازة. فانا هاخد كام سامبل؟ 3 سامبل. من الفازة الأولى، و 3 سامبل من الفازة الثانية، و 3 سامبل من الفازة الثالثة. ما بينهم كام؟ 120 درجة. فأنا كل 120 درجة هاخد سامبل من الصين. فهو في الفازة الأولى، في الفازة الثانية، في الفازة الثالثة. عن طريق الأرقام اللي أنا باخدها دي أقدر أقول لك الأي إيه ده؟ بكام؟ وأقدر أقول لك الأي بكام؟ الأي سي بكام؟ الاي بي مثلا رقم وعندي كذا، الاي بي رقم وعندي كذا. وليكن مثلا ناخد الارقام ده 10 امبير مثلا، ده 10 امبير، ده 10 امبير مثلا، ده 0 ده ناقص 120 ده زائد 120. ولو في امبالانس هيبقى في اختلاف في الماجنتيود وفي الفيز وفي النجوم وفي الانجل يعني. فده بيقدر يتكت ايه؟ الثلاث طيارات بيجمعوا في طريق الثلاثه سامبلز اللي خدنا. الحل مسألة عبيط قوي، عبيط قوي المسألة دي، شكلها حاجة غلط عبيطة جدا. بس الإثبات بتاعها يعني عرف ليه من الـ Y A والـ Y B والـ Y C من التلاتة سامبلز دول الإثبات بتاعها عبيط شوية، مش صعب بس طويل. تمام كده؟ لكن حل المسألة تعبر قوي، يعني تاخد الأرقام دي تقعد في القانون الاستكمالات تروح تطلع الطيارات دي. تمام كده؟ طيب بيعمل ميتيشن للسيجنال إزاي؟ عن طريق القوانين بتاعه السيماتيك كونبوننتس. طيب فكرت كده السيماتيك كونبوننتس، ثلاث سيتس من الفولتج وثلاث فولتات تانيين، بس كل واحد فيهم ايه؟
هدول ثلاث نقطات بالانسد، جبت ثلاث نقطات بالانسد وجمعتهم على بعض في كل ايه هل في عدد فرق كام ده؟ طيب كنا بنكتب بقى المعدات ازاي؟ كنا بنقول كده مثلا لما هكتب طيور طيور هقول مثلا الاي تعرف هذا ايه؟ كده هيساوي الزيرو زائد البوستل زائد النيجاتيف. الزيرو ده بيسميه عادي اي زيرو، البوستل بيسميه اي واحد، النيجاتيف بيسميه اي اثنين. فاكرين النوتيشن بتاعت الاسماء دي؟ زيرو زائد واحد زائد اثنين ده كده الاي. طيب الاي دي هو كمان زيرو بوست نيجاتيف والاي سي هو كمان زيرو بوست نيجاتيف. طيب الكومبوننت بتاع الزيرو سيكونس في اليو سي زي دي ولا الكولوم دي بتكون الماجنيتود مفيش بس شيفت ما بينهم صح كده؟ هكتب هنا نفس الاي زيرو وهنا نفس الاي زيرو. طيب الكومبوننت البوست قلت لي في الفيزا دي الكومبوننت البوست بتاعتها لما اتشفتها ناقص 120 وسي بتبقى سابقه ب 120 يعني مش مفروض هنا نفس الماجنيتود بس متاخر 120 صح كده؟ طيب كان في كونستنت بقى كده اسمه ايه؟ ده بيساوي 1 ب 120 في حاجه اسمها ال سكوير اللي هي هتساوي 1 ب 240 فانجل 240 هي 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 ناقص 120. فانت لو عايز تخلي الاي 1 عايز تجيبها في الفيزا دي هتاخرها 120 هتضربها في الاي سكوير يبقى اي سكوير في الاي 1 وهنا 7 ب 120 هتبقى ايه؟ الاي 1. طيب الاي 2 دي لا هتبقى سابقه الاول ب 120 هضربها فين؟ وهنا تبقى متاخره 120 فضربها في الاي سكوير. انا دلوقتي عندي ثلاث طيارات لما اجمع الزيرو والبوست والنيجاتيف اجيب الفيزا ايه؟ لما اجيب الزيرو والبوست والنيجاتيف بتاع ثاني فيزا اللي هم دي اجمعهم في الاي دي واجيبهم في ثالث فيزا واجمعهم اجيب الاي سي. تمام كده؟ طيب هو الهروف كله بيعتمد على الماتريكس اللي انا كاتبها ديت. باشمهندس احنا بنحتاجها اي بي مثلا بوست اي بي نيجاتيف مثلا. انا عارف مش هتخليها 0 و1 بنسميها زي ما انا عامل كده. اللي هي بي اي بوست ودي اي اللي هي بي اي سي بقى عارف. عشان كده بداتها كده. لكن هو في المحاضره يعني كتبها كده فاحسن مش زي المحاضره عشان ايه؟ ما تزودش يعني الدكتور صح. بس في الاخر يعني انا ما اعرفش اذا ممكن منكم ولا لا فبالنسبه سهله للولاد صعب طويل بس سهل في فرق يعني انت هتفهمه صوت مين قوي فاسالوا الدكتور هو هيجيب ولا لا لو هيجيب هو مستحيل يجيب يستسلم هيقول لك مثلا اثبت الحته دي اثبت القانون بتاع الزيت اثبت القانون بتاع الفوسفوس بتاع الميجا يقول لك اثبت الحته دي لان الباب نفسه 7 صفحات. طيب غرض ايه من السامبلز بقى؟ عشان خدت سامبلز من الويف قال لك غرض من السامبلز دول احسب الاي زيرو بكام؟ والاي 1 بكام؟ والاي 2 بكام؟ لو جبتهم هجيب من اي اي ويو سي تمام كده؟ فغرض من السامبلز كده فانا هقعد استنتج القانون معاك عشان تفهمه بسرعه استنتج واحده والاثنين الاثنين زي وفي الاخر المساله بقى ايه هنعرف القانون يعني المساله عرفتها جدا. طيب ده كده الماتريكس اللي انا كنت لسه شارحها في الصوره نفس يعني بدوس على الزرارات في النوم دي. طيب اول حاجه الماتريكس دوت عليها اللي هي اي 2 بي سي اي 0 1 2 دي الماتريكس اللي هي بتاعت الايه والعكس بتاعها بقى اللي هو الاي 0 والاي 1 والاي 2 فانكشن في الاي 2 بي سي اللي هي بتساوي 1 على 3 في الكلام دوت بتعكس الايه مع الاي 0. طيب احنا قلنا هناخد 3 سامبلز من السامبل. انا عايز اكتب بقى نفس المعدات ديت المعدات ديت عايز اكتبها في التايم يعني هعمل ايه؟ قلت لي الاي اي بدل ما كان اسمه 0 1 2 هكتبهم بالساين ويف صح كده؟ فاكتب الاي اي تساوي الاي زيرو ماكسيموم في ساين سي اي 1 ماكسيموم في ساين سي اي 2 ماكسيموم في ساين سي انت في مشكله؟ طيب الاي اي بقى قلت لي الزيرو سيكونس هتبقى ايه؟ زي بعض في ثلاث فازات. طيب البوست سيكونس في الناس 120 زي 120 النيجاتيف سيكونس تبقى زي اللي هو بعدين ناقص ده في التايم دومين احنا كنا في الفيزو وكتبناهم في التايم. طيب
احنا بناخد مثلا من كل كام درجه الثاني كل 120 درجه اللي هي كام سكند؟ تلاقي 20 على 3 اللي هي 6.7 مللي سكند. طيب السامبل الاولانيه هتبقى هتكون نتيجه واحد، فهنكتب الثلاثه معدلات اللي احنا قدامها اللي هو الاي بي واحد واي بي واحد واي بي واحد الثلاثه سامبلز والثلاث فازات بيساوي الكم ده؟ السامبل اللي كان هتاخد عن كام؟ اوميجا تي واحد زائد 120. طيب السامبل اللي كانت طلعت واحد عند اوميجا تي واحد زائد 240. فلما اجي اكتب المعدلات هتبقى عامله ازاي؟ تيجي نفس المعدل اللي كانت عامله ايه؟ السامبل الثانيه هتبقى ايه؟ من شفتها 120 عدد. هتبقى سواء زيتا زائد 120 120 120. طب دي زائد 120 لما اجمع هنا 120 تبقى زيرو ولما اجمع هنا 120 تبقى 240. نفس كده لما اجمع هنا 120 هنا 240 هنا زيرو. يبقى السامبل الاولانيه هم الثلاث معادلات دول. السامبل الثانيه هتبقى عند اوميجا تي زائد 120 هزود هنا عند اوميجا تي 120 برضه. هل ده في مشكله؟ طب السامبل الثالثه اللي هي اسمها اي اي 3 اي اي 3 واي اس 3 قلت لي هزود 240. طيب 240 اللي هي كام؟ ناقص 120 فهتبقى ناقص 120 ناقص 120 وهنا هتبقى زي 240 هي هي. طيب هنا بقى زود 240 اللي هي ناقص 120 زود 240 هتبقى 120 زود 240 تبقى 360 اللي هي كام؟ 0. فكتب الثلاث سنوات هو عمال يكتب ايه؟ يكتب الثلاث سنوات بس فين؟ في التايم لاين. فلو دي معادله اول واحده اللي بعد 120 هزود 120 جوه السايت واللي بعد 240 هزود 240 جوه السايت. طيب ازاي بقى احسب الار زيرو ار اس؟ ازاي احسب زيرو سيكونس كومبوند؟ اللي هي زيرو سيكونس كومبوند. قال لك ايه؟ قال لك انت عمال تاخد سامبل من الاي اي بي وسي. الماتريكس اللي فوق كانت بتقول ايه؟ قلت لي ان الاي زيرو بتساوي تول في اي اي زائد اي بي زائد اي سي. صح كده؟ فلو جمعت الثلاثه سامبلز دول اجيب الاي زيرو بتاعه، بس اي زيرو عند ايه؟ عند اللحظه دي. انت واخد عند اللحظه دي تسمي الاي الاي في الاي سي، فلما بيجمع الثلاثه تقسمهم على الهاند ده ايه؟ ده زيرو سيكونس كومبوند. طيب طب عند اللحظه الثانيه تبقى اي 2 زائد اي 2 زائد اي سي 2 طول. طب اللحظه الثالثه تجمع الثلاثه سامبلز طول. تمام كده؟ طيب بالمناسبه ده في المساله عارفين هيبقى ايه؟ الارقام اهي هو في الجدول انا خدت السامبلز هتجمع الثلاث ارقام دول تقسم على ثلاثه. ده يعني في الحقيقه سجل الاثبات اللي انا مش هكتبه خالص. المساله هيبقى حلها فين؟ هي الحته دي. حل المساله هو الحته دي بس. تمام كده؟ طب اللي جاي ده ايه؟ مش هعمله خالص، المساله مش هعمله خالص. طيب يبقى انا جمعت الثلاث ارقام اللي خدتهم وقسمت على ثلاثه جبت الزيرو سيكونس، نفس الكلام في السامبل الثانيه، نفس الكلام في السامبل الثالثه. طيب عايز بقى يجيبني بالمعدلات اللي فوق، لو انا جمعت اي بي واحد واي بي واحد واي سي واحد جمعت الثلاث معدلات دول اي بي واحد واي بي واحد واي سي واحد دولت هيعملوا ايه؟ كنسلوا بعض عشان شايفين 120 ودول كنسلوا بعض عشان ايه؟ شايفين 120 لكن دول هيدينا واحد فيبقى ثلاثه الاي ماكسيموم ثلاثه من الاي سي ماكسيموم سنتي. طب لما اجمع كام سنتي؟ تيجي نفس الكلام دول كنسلوا بعض دول كنسلوا بعض ويبقى لك ثلاثة دول يبقى ثلاثة فاي زيرو ماكسيموم بس المرة دي اقل من 120 عشان السامبل العربي السامبل الثانية. طيب الثالثة هتبقى ثلاثة اي زيرو ماكسيموم بس ساين سيتا ناقص 120 دي السامبل الثالثة. تمام كده؟ راح جه عمل حركة بقى قال لك ايه؟ قال لك لو جمعت الاي زيرو واحد سكوير والاي زيرو اثنين سكوير والاي زيرو ثلاثة سكوير هتاخد الاي ماكسيموم سكوير تسكوم الفاكتور والساين هنا تربيع والساين 120 تربيع والساين سيتا ناقص 120 تربيع وتفكهم بنص واحد ناقص كوزين الزاويه واحد نص واحد ناقص كوزين الزاويه نص واحد ناقص كوزين الزاويه هيطلع لك ايه في الاخر؟ نص زائد نص زائد نص 3 على 2 واي زيرو ماكسيمم سكوير. طب الكوزين 2 سيتا 2 سيتا زائد 120 2 سيتا ناقص 120 برضه زيرو. طيب وصلنا لايه بقى في الاخر؟ قال لك ان الاي زيرو ديت لو دخلت ده روت تحت الجزء او تحت السكوير تمام كده؟ هيبقى هو الاي زيرو ار اس سكوير بيساوي الكلام ده عدد 3. فالاي زيرو ار اس سكوير بيساوي الاي زيرو 1 سكوير زائد الاي زيرو 2 سكوير زائد الاي زيرو 3 سكوير على 3 تحت الجزء. انتوا عارفين كده عامل ايه؟ كمسألة بقى بقول لك احنا هنعمل ايه؟
مش انت واخد سامبل من الاي اي والبي ام سي، اجمع الثلاثه سامبلز واقسم على ثلاثه اجيب اي زيرو عند اللحظه الاولانيه. طب لما اجمع السامبل الثانيه هجيب اي زيرو عند السامبل الثانيه، ولما اجمع ثلاثه هجيب اي زيرو عند السامبل الثالث. بعد كده اروح معاه اقف القانون ده جاي الاي زيرو اي زيرو الاي مس فاليو بتاعت الزيرو سيكونس. وزي ما حسبت اي زيرو واحد واي زيرو اثنين واي زيرو ثلاثه، رحت جاي اي زيرو ار مس، هنعمل نفس الكلام، هنجيب الثلاثه سامبلز دول ونجيب منهم الاي واحد واحد والاي واحد اثنين والاي واحد ثلاثه. اي واحد الاولانيه دي اللي هي الواحد الاولاني معناها بوزيتيف سيكونس. بوزيتيف سيكونس يعني ايه؟ واحد الثانيه اللي هي السامبل الاولاني. اي واحد اثنين اثنين بوست سيكونس السامبل الثاني، بوست سيكونس السامبل الثاني، وراح جايب منهم ايه؟ الاي واحد ار مس، الار مس فاليو بتاعي البوست سيكونس دول نفس الكلام احسن اي اثنين اللي هو النيجاتيف سيكونس ثلاث مرات واحد واثنين وثلاثه، واحسن منهم مين؟ اي اثنين ار مس. بعد ما جبت الزيرو سيكونس والبوست سيكونس والنيجاتيف سيكونس اعوض في الماتريكس اللي انا كنت كاتبها هنا، اجيب الاي بي كام والاي بي كام والاس كام. وصلت؟ طيب ايه القانون بتاعها؟ قلت لي زي ما الاي اي زيرو وار اس بيساوي الاي واحد اثنين ثلاثه سكويرد على ثلاثه تحت الروت، الباقيين زي ده. اجيب الاي واحد واحد اي واحد اثنين اي واحد ثلاثه سكوير على ثلاثه تحت الروت واجيب اي واحد ونص. طب اثبتها ازاي؟ بنفس المعادلات. طيب الثالثه نفس القانون برضه، جاب الاي 2 واحد الاي 2 2 الاي 2 3 سكورد 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 على 3 تحت الروت، جاب الاي 2 ار مس. تمام كده؟ ايه لو انت لقيت الاثبات في الدنيا؟ طيب ناقص اعرف بس ازاي احسب ده؟ يعني لو عرفت ازاي احسب ده؟ ازاي احسب ده؟ ازاي احسب ده؟ اعرف احسب التسع ارقام دول واعوض القانون اجيب الثلاثه دول. تمام كده؟ ده بنحسبه ازاي؟ تيجي من الماتريكس فوق. انت علمتني لو عايز احسب الزيرو بقول السامبل بتاعت الاي زائد بي زائد سي واضرب في كله، صح كده؟ طيب لو عايز احسب الاي واحد، عايز احسب الاي واحد فمثلا السامبل الاولاني اعمل ايه؟ اديني بوت في اي اي زائد اس اي في اي بي زائد اس كويرت اوف اي سي، ايه الاي اي واحد اللي هو السامبل الاولاني زائد الاي الاي بي واحد بالسامبل الاولاني زائد الاس كوير الاي سي واحد، يبقى دول الثلاثه سامبلز اللي موجودين في جدول الارقام. تضرب دي زائد ايه بدي زائد الاس كوير تقسم على ثلاثه، كده جبت الاي واحد تعوض سامبل، نفس الكلام تعوض نفس الكوشن دي بس الارقام بتاعت سامبل مختلفه اجيب الثانيه مختلفه. طيب لو عايز احسب دي قلت لي هتبقى اس كوير الاربع دي، تمام كده؟ وبعد كده اعرف القوانين اروح جاي الثلاثه. بس في حاجه بقى، المعادلات ديت فين؟ تبتدي في الفيزيكال دومين. عارفين في التايم دومين معنى كلمه ايه وايه سكويرد معانا؟ بلس 120 وده تشفي 240 صح كده؟ من الاخر اي بي واحد هاخد السامبل الاولاني، لما ناخد الاي بي واحد مضروبه في ايه؟ معناها ناخد الرقم ده بعد ما كام؟ 20 هنا ناخد الرقم بعد كام؟ 240. انا هكتب لكم جدول كده في السامبلز نشوف هنكسب بس عشان مش هنتعلمها غير بالاخبار. تمام كده؟ استنوا بقى الجدول المعاصيل ده. بص بقى ايه؟ كان بص بقى. ابدا الجدول كده كبير في الزمن في مين سكند. دي سدود كبيره. بعد 10 كده. جه قال لك هياخد سامبلز بس مش من الطيران. ثلاث نقاط فيهم بي بي سي وقال لك في المساله يعني ان الثلاث نقاط دول كانوا افضل وخد السامبلز ديت من في ايه؟ خد السامبلز دي من في بي وخد السامبلز دي من في سي. ايه المطلوب؟ قال لك انا عايز احسب الزيرو سيكونس كومبوننت والبوست والنيجاتيف سيكونس كومبوننت بتوع الثلاث ازمات. لو هم كانوا بالانس من الدرجه كان ايه اللي هيطلعوا؟ كلهم صفار بس ودول هيطلعوا ايه؟
ان هم عشان هم بالانسد ده بتاع كله وده فيه وده واكيد الخيمه الاكبر استيل برضه البوست كده لان الامبالانس ده هيخلي دي تكبر شويه وتكبر شويه لكن استيل البوست كلها في الاكبر يعني هو ممكن يجي بس لو مثلا نزلت قطعه هنا لا خليها عشان لو بالانس ده مش تبقى ايوه بس هحسب ان في واحد جاب نفس الطريقه بس يعني يكتفي انك تحسب واحده وعارف انك تحسب الاثنين تاني ممكن يكون طيب يعني كده عادي طيب المناسبه الجايه ده كان كام في الشيت بس انت مش هتفهم الارقام معايا اللي هي كل كام دولار؟ 20 دولار فانا حساب الاولاني يعني اول صف ماله كام؟ ثاني صف ست السامبلز اللي هاخدها وثالث صف ست السامبلز اللي هاخدها تمام كده؟ لكن الجدول كام؟ لكن مش كل الدرس هستخدم ارقام عند ايه؟ نقط معينه اللي هي كل 120 دولار طيب فكرت تاني المساله ممكن تكون طويله سنه على فكره صغيره قوي مش زي خالص بس يعني قبل ما تنسى كده الفكره ايه؟ انت ممكن تحسب عند السامبل الاولاني حاجه اسمها اي زيرو 1 واي زيرو 2 واي زيرو 3 تحسب الزيرو سيكونس في كل مره كام كام بعد كده بتعوض في قانون تروح جايب منه ايه؟ الزيرو سيكونس في كل مره كام كام نفس الكلام تحسب اي واحد واحد اي واحد اثنين اي واحد ثلاثه تحسب منه اي واحد واي ميس تحسب اي 2 0 قصدي واحد واي 2 2 واي 2 3 تحسب منه نيجاتيف سيكونس كده تمام كده فانت من الاخر هدفك تحسب 9 ارقام اللي هم 3 بلس 0 3 بلس 1 3 بلس 2 بعد ما تحسب 9 ارقام دول وتروح معاهم في الثلاث قوانين تجيب الاي زيرو بكام والان في كام والان في 2 طيب نمسكهم كده سامبل سامبل اول حاجه الفيرست سامبل بتاعتك هنحسب لها كام حاجة؟ هنحسب لها الـ i 0 كام؟ الـ i 0 واحد كام؟ والـ i 1 واحد كام؟ والـ i 2 واحد كام؟ صح كده؟ الـ i 0 بتاع أول سنة جهاد؟ كان بيساوي إيه؟ الـ 1 على 3 لا يا باشمهندس أنا هحسب الـ v الـ v مش الـ v 0 واحد كده؟ الـ 1 على 3 الـ v 8 واحد زائد ال دي في واحد زائد ال دي سي واحد نجمع الثلاثه سامبلز الاولانيين ونضرب في دول نجيب ال 0 طيب تعالى كده نعملها هو انا عايزك كام سامبل اختار اي واحده اي واحده واخد اللي بعد منها كام دولار؟ 120 طيب هنا جايب لي الاوميجا دي ولا جايب لي دي؟ هيجيب لي الانجل ده 0 30 درجه و 60 درجه وكده جايب لي ايه طيب؟ طيب عايز احول ال 120 درجه دي طيب هي السايكل كام؟ 820 على 360 20 ملي سكند ال 120 درجه دول هم قد ايه؟ ثلث السايكل صح كده؟ فانا عايز دلوقتي كام؟ ثلث السايكل اللي هي كام؟ 6.67 الكلام ده في فريكونسي ايه؟ 50 هرتز فاول واحده هاخدها عند الزي والثانيه عند كام؟ 6.67 هي دي اللي عند 120 درجه واللي بعدها 13 تيجي عند 13 الرقم ده هتضربه في 2 يبقى 13 ولما تضربه في 3 تلاقي السايكل بقى صح كده؟ هل ده المشكله؟ يبقى انت بقى بالقلم والرصاص كده امسك ورقه الامتحان اللي فيها الجدول علم على الرقم ده لا لا وبعد شويه بعد ثلاث ربعات يجي الثاني ربع كده تروح ايه؟ روح كده فوق نفس عدد المربعات تاخد ليه؟ بحدد الارقام اللي هستخدمها، عيني ما تروحش في ده. طيب نفس الكلام هنا. شو وقت التسلل بس انا عارف انا هتكتفي ممكن تكتفي بده بس هفهمك ليه خدت ده؟ لان الارقام رجعت تتكرر تاني. تمام كده؟ الارقام رجعت تتكرر تاني، هي هي. طيب. لانك عديت سنه كامله. يعني عديت 20 ملي سكند فرجعت لنفس الرقم. طيب تعالى كده عمر اول سنه هي دي في ايه ودي بي ودي سي لو جمعت الثلاثه دول وقسمت على الثلاثه وجبت ايه؟ 0 سيكونس كيلو فاجمع دول كده ناقص 120 ناقص 220 ناقص 170 زائد 294 وين تمام ده مشكله؟ عايزين نحسب ايه تاني؟ كده عايز احسب ال V 1 1
باور سنتر عايز احسب البوست باور سنتر وعايز احسب النيجاتيف باور سنتر. طيب ده هي ايه؟ قلت لي دولت في اي واحد وفي بي واحد وفي سي واحد. طيب هخليك تكمل الماتريكس. طيب الفي 2 واحد يساوي ايه؟ تدي برضه دولت الفي اي واحد زائد الفي بي واحد زائد البي سي واحد. في البوست بتحط ايه الاول بعدين اس كوير وهنا العكس اس كوير بعدين ايه. تمام كده؟ طيب ونفس اللي رصيته هنا برص الثاني سامبل برص الثاني سامبل وبعد كده بعرف الطريق الاخير. تمام؟ فالمساله لو حليتها تجيلك يا سهله ما فيهاش تفكير خالص يعني الجدول ده لما يجيلك مش صعب. طيب ادي كل ده البي بي واحد سيدي ناقص الدرجه. قلنا لما اضرب الدي بي واحد 120 ده معناه ان الرقم اللي بعديه كام درجه؟ 120 درجه. ادي الدي بي واحد بعدين 120 درجه ياخد ايه؟ الدي بي ده اللي هو ناقص 125. طيب السم بتاع سي واحد قلت لي اهي لو اضربه في سكوير يعني كام درجه؟ 200 درجه. خلاص دي 8 20 طيب النجم ادي واحد على ثلاثة الـ V1 زي ما هي ناقص 22. طب الـ V1 مضروبة في الـ S2 زي 25. طيب الـ C1 اهي مضروبة في ايه؟ باخد على ناقص 266 واحسب الرقم اخد ليه؟ او ارجع 120 يعني
يعني اذا كده 40 وارجع 120 ملي ايه كده 94 ونكمل. وعلى فكره ممكن يعرف عنك في المحل جيب لك اخر جدول هنا لما تيجي على 40 هرجع 240 ما اعرفش لما تيجي على 240 ما اعرفش ينفع ولا لا. هو ممكن فعلا يفهم كلام سامي بس طبعا هو بيعمل سامي ايه كل الوقت ده لانه التيار ده مش هيبقى ثابت. انا دلوقتي في حمل مش هتعمل في حمل خاصه فالتيار عمال يغير في فولت حصل صح كده فالامبير عمال يغير فهو عمال يحسب سامي اللي بيقول ده سامي اللي بيقول ده ويحسب الاول ايه بكام والاي بي بكام والاي سي بكام. لو حصل تغيير في التيار الارقام دي هتتغير. طيب احنا وصلنا لايه؟ ديت خلاص هنا ال دي اي 2 هتنزل زي ما هي اللي هي 300 ونص زائد ال دي بي 2 اهي مضروبه في اي سكوير اللي هي ناقص 10 ناقص 170 ونص. ال بي سي 2 اهي مضروبه في الاي يبقى ناقص 28 ونص. تمام كده؟ برضه نطلع ارقامنا. بعد السؤال. ايه اللي بتطلع ناقص 30؟ اتفضل ايه؟ وسام بتعمل بتطلع. ايه 27؟ انا مش عارف بقى فاكر ولا بس هو المفروض يعني لو جاي كده دي السيرف سامبل السيرف سامبل لو برضه نفس الكلام دي المفروض يبقى يحسب ال بي 0 3 وال بي 1 اللي هو الوسط 3 وال بي 2 اللي هو الليفل 3 دي نفس الكلام اهو طول 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 حد كده يجيب لي ديت اقول لي كده بي 3 20 80 بي 3 زائد هنا في لا هنا في 3 زائد ايه في بي 3 زائد اس كل في بي سي 3 هنا في 3 زائد ايه سكور ده زائد ايه في بي سي 3 طيب لو مسكنا الثلاثه دول اجمعهم زيرو في البوست اخر ديت زي ما هي زي الارقام اللي معمولنا الاس كل رقم واحد لا بنعمل عشان نفس الكلام الثلاثه دول اخد البي ايه 3 زي ما هي البي بي 3 اضربه في اس كويرد ارجع 120 اذا مفيش كده في الرقم ده. طيب والبي سي 3 اضربه فين؟ قال البي سي 3 اضربه 120 اخد البي تمام كده ارجع 240 برضه اللي هي دي اللي هي 3 هل ده صح؟ طيب في اوروبا
هنجمع السكويرد ونسمع على بالظبط يعني ايه بقى؟ مثلا مش عارف ايش هنجمع في خلاص الصندوق اللي خلاص لسه انت فده سيو ده واي ايه واي بي والواي ايه هو ليه الواي ايه
يعني اقصد الاي كام والاي بي هو النيجاتيف بتاعه. فمثلا الفكره ان احنا نحسب فولت يقول لك انت الفولت بس، فانت برضه ممكن تعمل السامبلز دي في الاخر تحسب منها الاي والاي بي هو النيجاتيف بتاعه والاي سي زيرو. طب لو لايت دلوقتي ولو انت مش واخد بالك ان ده النيجاتيف بتاع ده دوت زيرو وحسبتها من الماتريكس هيطلع لك النيجاتيف ده. بس ممكن تسهل على نفسك، ممكن احاول اقول له فكره زي كده من حد قديم ولا حاجه. طب دي المره اللي ده صح؟ كانت بتاخد في البيست تاخد في البيست عشان وانت حد قديم وانت هتقول لي ده مره ماشي سيب تلبس هجيب لكم امتحان قديم برضه واحاول اذكر في فكره ده خلاص كده ممكن ما اشتغلش زيرو صح ممكن نجبر الداش تي ممكن انت زيرو ولا واحد بس طبعا انت غالبا اول صوت الاول بوله اول بوله وتروح تشتغل. طيب هو كده كده الفلتات دي خدناها في الباوزر الفلتات دي خدناها في البروسيس دي ممكن كده بقى الاثنين على بعض بس في حاجه سهله مش هيعمل لك اللي عمل فيك البروسيس اللي هو تقسم بوست سيكونس مش تعرف ترسم كده. انت بتحسب في الاخر ممكن تقطع اوضه بسيطه. ناقص طريقه واحده بس دي لسه الدكتور ما قالهاش اللي هي الفور سامبل ميثود. بيجيب لك جدول كده بس بتحسب الزيرو سيكونس والبوست والنيرو سيكونس او دي اي ودي بي بي سي بطريقه مختلفه من السامبل. يعني بتسامبل السيجنال بتاعتك وبتحسب البنطه الصغيره بتاعت الثلاث فازات بشكل مختلف. تمام كده؟ طيب مين عنده سؤال على انا عندي سؤال في حاجه ثانيه خالص. هو انا كده خلصت اللي انا عايز اقوله النهارده. لو هتقول حاجه غير خلاص كده خلصت. يا اسد